الإمام الخامس من أهل البيت عليهم السلام الإمام يحيى بن زيد رضي الله عنه، نسبه هو أبو عبد الله وقيل أبو طالب. يحيى بن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أمه ريطة بنت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عليهم صلوات رب العالمين. صفته عليه السلام: كتب يوسف بن عمر إلى عامله نصر بن سيار على خراسان يطلبه، يعني يطلب الإمام زيد، فذكر له حليته يعني صفته، فقال: هو قطط الشعر حسن اللحية حين استوت لحيته. وكان الإمام يحيى بن زيد عليه السلام مثل أبيه صلوات الله عليهم في الشجاعة وقوة القلب ومبارزة الأبطال، وله مقامات مشهورة بخراسان أيام ظهوره بها في حروبه، من قتل الشجعان الذين بارزوه والنكاية في الأعداء الذين قاتلوه أيام ظهوره وذكر بيعته عليه السلام. قد كان الإمام زيد بن علي عليهم السلام أوصاه حين رمي أبوه الإمام زيد عندما أصابه السهم، أوصاه بقتال الظالمين وأعداء الدين، قال: يا بني جاهدهم فقتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. تمام، هذا يصيبني. فلما استشهد الإمام زيد عليه السلام خرج الإمام يحيى من الكوفة متنكرا مستترا مع نفر من أصحابه، فدخل خراسان وانتهى إلى بلخ، ونزل على الحريش بن عبد الرحمن الشيباني، وكتب يوسف بن عمر قاتل أبوه يطلبه إلى نصر بن سيار، فكتب نصر إلى عامله عقيل بن معقل الليثي عامله على بلخ يطلب منه الإمام يحيى، فذكر له أنه في دار الحريش، قالوا هو في دار الحريش، فطالب الحريش بتسليمه، فأنكر الحريش أن يكون عارفا لمكانه، فضربه 600 صوت فلم يعترف. ما شاء الله، شوفوا لهم شيء صح محبي الله البيت. الإمام يحيى بن زيد عنده قال: وينه؟ قال: ما ندري. ضربوه 600 صوت ولم يعترف. فقال له الجلاد: والله لا أرفع الضرب عنك حتى تسلموه أو تموت. يعني قال: تسلم الإمام يحيى ولا تموت من الضرب. فقال له الحريش رحمه الله، اسمعوا وش بيقول: والله لو كان تحت قدمي هاتين ما رفعتهما عنه، فاصنع ما بدلك. له قال: تحت قدامي ما رفعتها عنه. فلما خشي ابن الحريش قريش، الحريش معه ولد اسمه قريش، خشي على أبيه القتل، دس إليه بأنه يدل عليه أن أخرج عن أبيه، قال للوالدة، قال: افلت أبي من الضرب وأنا أدلك على يحيى بن زيد، فدله عليه، وأخذ وحمل إلى نصر بن سيار فقيده وحبسه، حبس الإمام يحيى بن زيد، وكتب بخبره إلى يوسف بن عمر، وكتب يوسف إلى الوليد بن يزيد بذلك، فكتب الوليد أمره بالإفراج عنه وترك التعرض له والأصحابه، قال: فك الإمام يحيى بن زيد من السجن هو أصحابه. تمام، فكتب يوسف إلى نصر بما أمره به، فدعاه نصر وحل قيده وقال له: لا تثري الفتنة يا يحيى. فقال له يحيى عليه السلام: وهل فتنة في أمة محمد صلى الله عليه وعلى أعظم من فتنتكم يا بني أمية التي أنتم فيها من سفك الدماء والشروع فيما لستم له بأهل؟ فسكت عنه نصر وخلى سبيله. فخرج الإمام يحيى من عنده وجاء إلى بيهق وأظهر الدعوة هناك وبايع فيها 70 رجلا، واجتمع إليه نفر، فكتب نصر بن سيار إلى عمر بن زرارة بقتاله، وكتب إلى قيس بن عباد عامل سرخس وإلى الحسن بن زيد عامل طوس بالانضمام إليه، فاجتمعوا لقتاله، وبلغ القوم 10,000 رجل أجمعوا على الإمام يحيى، ولا معه إلا كم؟ 70. وخرج الإمام يحيى بن زيد رضي الله عنه إليهم فقاتلهم وهزمهم، هزم 10، وقتل عمر بن زرارة واستبع عسكره وأصاب منهم دواب كثيرة. وخرج الإمام يحيى حتى نزل أرض جوزجان، ونزل في قرية من قراها يقال لها إرغوي،
ولحق به جماعة من عساكر خراسان وبايعوه وبقي على أمره مدة يسيرة. ومن شعره عليه السلام قال: خليلي عني بالمدينة بلغ بني هاشم أهل النهى والتجارب، فحتى متى مروان يقتل منكم سراتكم والدهر فيه العجائب، بكل قتيل معشر يطلبونه، وليس لزيد بالعراقين طالب، وله أيضا يا ابن زيد أليس قد قال زيد من أحب الحياة عاش دليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد واتخذ في الجنان ظلا ظليلا. سنكمل سيرته في الدرس القادم.